أولاً أنا برحب بيكم في البرزنتيشن دي، وأتمنى إن حياتكم كلها تتغير زي ما حياتي اتغيرت قبل كده يعني. مستر خميس أنا واثقة فيك، وأنا واثقة في ساسو. ميرسي. وأنا مش واثقة في الاثنين هضمك، بس واثقة فيك أنت. إيه ده؟ أوكي، واثقة في أنا. أوكي، ماشي. لو افترضنا إن ده اللي هو أنا، خميس السبتاوي، ودول غادة، كارمن، مريلا. مستر خميس، سؤال بس بسيط، أنا طبعاً مش قصدي إن أنا أتدخل في شؤون حد، بس هو حضرتك قلت بليلة؟ شو؟ مليلة يا ظريفة. خلاص يا بنات، مليلة حبيبتي مش بليلة، أنت جعانة ولا إيه؟ البليلة ده بعدين؟ طبعاً إحنا عارفين نسبة كل واحدة 2.5. لو افترضنا إن سمر جت تحت غادة. لا سوري يا مستر، أنا ما بحبش أجي تحت حد. ولا انا يا حبيبتي ما بحبش حد يجي تحت مني. لو افترضنا ده مجازا، اهدوا شويه بلاش. لو افترضنا ان انت جيتي تحت كارمن. ايه تكرم عينك حياتي. يا سلام، ده انا بعتك لوحده. تعالي انت تحتها بس ما تقلقيش. لو افترضنا ان كلنا جيتوا تحتي هنا اهو، هنبقى نسبتنا اكبر من نسبه جهان، ونقدر نتحكم في الجزء الكبير من الشركة. ها، على البركة. يبقى انتوا معايا من الأول. انتوا قلتوا ايه؟ وأنا معاك.